احنا نتمنى منكم كل كما راكم نساء ورجال باش تكونوا يعني اعقل عاقلين. احنا اللي دافع على قضيه نتاع حق ما يشقاش يسب ولا يرفع صوته ولا يتبلى ويتعدى على ناس اخرين. احنا خلقنا ربي صابرين، صابرين من اجل الوطن هذا المفدى. كل شيء اللي راه غادي يصرى ابتداء من اليوم هو شيء جديد، وكاع رانا نتعلموا في ديمقراطيه جديده، في تصرفات جديده. انا شخصيا منعت باش تكون صور عملاقه، ومنعت باش تكون فيه الزرنه والبندير وهذه الامور هذه. احنا رانا هنا باش نحقوا احلام تاع مواطنين ومواطنات، وبالاخص الطبقة الهشة. احنا همنا هو كيفاش ننقل الجزائر من الوضع اللي ها فيه. المتربصين بالوطن تاعنا كثروا، فيهم الظاهر وفيهم الخافي. الناس اللي لقات الفرصة هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم أن الجزائر تبرك نهائيا، ولكن رانا لهم بالمرصاد. هذه تضحية، ماهوش رغبة في كرسي ولا رغبة في سلطة ولا رغبة في سيادة ولا رغبة. احنا فيه اليوم ملايين جزائريات والجزائريين، الشيء اللي يبحثوا عليه هو ترجع لهم النخوة، حب الوطن، يفتخروا بوطنهم. اليوم ما نرضاش. اليوم إنسان اللي ادى التقاعد نتاعو ب 800,000 سنتيم، 8,000 دينار، واش يدير بها؟ 18,000 دينار واش دير اليوم؟ الطبقة الهشة، الطبقة المعوزة، تبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، تبقى تحت حماية الدولة. سبق لي وقلت وموافقيني أنتوما أن الحراك الأصلي، الحراك اللي خرج تاع شعب اللي خرجوا بولادهم وخرجوا بنساوينهم وخرجوا حتى بالرضع نتاعهم، خرجوا صفة حضارية سلمية، يعبروا على غبن، يعبروا على الشيء اللي عاشوا، على مرارة كانوا عايشينها، على مهازل. احنا رانا معاهم، وربما في بعض الأمور كنا السباقين. الشعب يصوت على من حب، هذاك شغله. الدستور أعطاه الحق، إذا رجعوا السلطة للشعب وخلي الشعب يختار. مرحلة انتقالية ما بغيناهاش، خوفا على الوطن وخوفا على المواطن. مرحلة انتقالية فيها انزلاقات وما يتحكم فيها حتى واحد. أساس ديمقراطية هو اختيار الشعب، يعني الانتخابات. في البرنامج اللي عندكم أو ملخص البرنامج درنا الالتزامات 54 تبركا بنوفمبر 54. ما هيش وعود انتخابية، التزامات. نلتزم بتطبيق ما قلنا في كل قطاعات. احنا بعد الله والرسول والوطن عندنا لوبي واحد هو الشعب، اللي يبغى الشعب بس. شخصيا انا مرشح حر، لما نقول مرشح حر مانيش مقطوع من الشجرة، أنا ابن شعب. الانتماء نتاعنا للمجتمع المدني وللشعب، كل ما بغى يلتحق بينا، كل ما بغى من بغى يلتحق بينا مرحبا به. القاسم المشترك نتاعنا هو إنقاذ الوطن، لأن الوطن اليوم راه محتاج إنقاذ. وفقنا الله جميعا لما فيه خير.